الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. في هذا الحديث بيان لأفضل الصلاة وأفضل الصيام. قد كان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يعمل بهذه الأفضلية في الصلاة وفي الصيام، فكان يصلي صلاة يحبها الله، ويصوم صوما يحبه الله، وهو أعلى مراتب القيام والصيام. فأما الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم عن صلاة داود: كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس. فيجزئ الليل على ثلاثة أقسام: ينام نصفه، ثم يقوم الثلث، ثم ينام بقية الليل. فكان هذا هو قيام داود عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل القيام. وكان يصوم صوما يحبه الله، وهو أفضل الصيام، يفطر يوما ويصوم يوما. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليتنا في معنى حديثه أنه قال في معنى الحديث: ليتنا مثل داود نستطيع هذا، خاصة في صيام يوم وإفطار يوم. ولكن من عود نفسه اعتادت، ومن دربها تدربت. والمسلم يحرص على الكمال، فإن لم يحرص على الكمال فعلى التقريب، كما قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وهذه الساعة كما جاء في الحديث الآخر أنها في الثلث الأخير من الليل، عندما ينزل الرب جل جلاله نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، إلى آخر الحديث. وهذه الساعات في آخر الليل ساعات عظيمة مباركة يغفل عنها كثير من الناس، فتجد كثيرا من الناس قد يسهر الليل كله ولا يدعو الله دعوة واحدة في هذا الوقت الذي يسهر فيه الليل، مع أنه يوافق الثلث الأخير من الليل. ولو كلف على نفسه وقتا يسيرا يقبل فيها على الله بركعة أو ركعتين، بدعوة ودعوتين، تكون سببا في هدايته في الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة، ليس المراد الساعة هي الساعة بمعنى 60 دقيقة، وإنما الساعة هي الوقت من الزمن. لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة. انظر، قال: يسأل الله خيرا، فمن دعا بشر فهو معتد لا يقبل منه الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والأمر الثاني قال: من أمر الدنيا والآخرة. وهذا فيه دلالة على أن الدعاء يجوز في أمر الدنيا والآخرة، حتى أن بعض السلف قال: يدعو أحدكم شراك نعله وملح بيته. ادعو الله بكل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى يحب ملحاح الدعاء. ولولا تيسير الله لك لما تحقق لك شيء من مصالح الدنيا والآخرة. فتدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين
خفيفتين، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. هذان الحديثان اللذان رواهما مسلم في صحيحه فيهما فعل وقول من النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وأمره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعله في حديث عائشة أنه إذا قام من الليل بدأ بركعتين خفيفتين. فهذا الحديث وهذه السنة دل عليها القول والعمل، قول الرسول وعمل الرسول، وهي من السنن التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها لما فيها من الخير العظيم. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين في أول صلاة الليل، قال العلماء لأن هذا أدعى للنشاط وتقوية الهمة، وأيضا تدريج النفوس على الطاعة والعبادة، لأنك لو بدأت الصلاة بصلاة طويلة قد تكسل عن بقية الصلاة. وقالوا أيضا هذا أسرع في حل عقد الشيطان، كما جاء في الحديث الذي مر علينا حديث أبي هريرة أن العبد إذا نام عقد عليه الشيطان 3 عقد ويقول فيها: ارقد إن عليك ليل طويل. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. وهذه الصلاة تشمل صلاة الليل وصلاة الفجر. فإذا قام وذكر الله وتوضأ وصلى ركعتين كان هذا أسرع، ركعتين خفيفتين، هذا أسرع في حل عقد الشيطان كما ذكر ذلك أهل العلم. ويقوم أيضا مقام الركعتين الخفيفتين في معناها من قسم صلاة الليل، مثلا يصلي بعد صلاة العشاء 4 ركعات ويصلي في آخر الليل 4 ركعات، يخفف على نفسه في آخر الليل. وقد أدركت بعض مشايخنا الكبار يفعل هذا، يصلي صلاة العشاء ثم يقوم يصلي 4 ركعات ويقوم في آخر الليل ب4 ركعات مع الوتر، وذلك من أجل التخفيف. وكانوا يرون أن هذا داخل في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، لأن المعنى واحد وهو تنشيط النفس وتدريجها، تنشيط النفس وتدريجها. وأيضا هذا أدعى لرفع الهمة وإطالة الصلاة في آخرها، لأن آخر العبادة في الغالب أعظم من أولها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.